قاعد، مالك؟ بدي اطلع معك، بدي ضل هون. تعا احمد وسقطف الكاميرا، طفيها. خلص بعد من وشي عم بحكي لك. خلص هلا والله حبايب القلب، كيف الحال؟ شو الاخبار؟ ان شاء الله تكونوا بتمام حبايب. اليوم الي اول فيديو الي على اليوتيوب مع بيسان. حبايب انا كثير متوتر، كثير حماس، التوتر عندي الف، متوتر صاحي من النوم وطوالي، اجيت بسرعه اجيت على بيسان، لانه اليوم حبايبي بيسان مو باقي لها كثير وراح تسافر تمام على المانيا. انا اليوم راح اعترف اعتراف لبيسان وراح اعمل لها مفاجاه، راح اعوض كل الشغلات اللي عملتها معي وكل المقالب، راح يرتاح قلبي زيك. يعني انا يعني ولا شيء عملت مع بيسان، اليوم حبايبي الشيء اللي راح اعمله والاعتراف والمفاجاه اللي راح اعملها لبيسان راح تنسيني كل الاوجاع اللي عملتها معي بيسان. لسه راح ارن مكالمه على